في متابعة إسبوعية لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2014-2015، انتهت لقاءات الإسبوع 19 والدور الأول بأكمله من البطولة المحلية الأشهر، حيث فاز فريق المصري بورسعيدي على فريق رجاء مطروح بنتيجة 3-2، ليرتفع رصيد المصري إلى النقطة 27 بالمركز 11، فيما توقف رصيد الرجاء عند النقطة 17 بالمركز 17. وتعادل فريق اتحاد الشرطة مع نظيره بتروجيت بنتيجة 2 لكل فريق، ليرتفع رصيد بتروجيت في المركز 9 بفارق الأهداف إلى النقطة 27، وهو نفس رصيد اتحاد الشرطة. وعلى ملعب الأسيوطي سبورت نجح فريق سموحة في اختطاف تعادلاً ثمينًا، حيث تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 10 عن طريق محمد إبراهيم سيد، قبل أن يتعادل الفريق السكندري في الدقيقة 43 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد سموحة إلى النقطة 19، ويرتفع رصيد الأسيوطي إلى النقطة 7. وعلى ملعب دمنهور نجح الداخلية في تحقيق فوزاً صعباً على دمنهور بهدفين مقابل هدف، ويدين بالفضل في ذلك للاعبه حسام باولو، والذي أحرز بدوره هدفين للفريق البترولي، ليرتفع رصيد الداخلية بعد هذه المباراة إلى النقطة 24، فيما تجمد رصيد دمنهور عند النقطة 9. وفي الإسكندرية نجح مصر المقاصة في الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد عن طريق عمرو بركات، ليواصل المقاصة سلسلة انتصاراته الأخيرة، ويرتفع رصيده إلى 31 نقطة، محتلاً بها المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 25 في المركز 12. ووصل فريق وادي دجلة سقوطه في مسابقة الدوري، حيث تغلب عليه هذه المرة فريق الجونة بنتيجة 2-2. بهذه النتيجة احتل الجونة المركز 16 برصيد 19 نقطة، فيما توقف رصيد دجلة عند 33 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري. وحسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة فريق الإسماعيلي وضيفه حرس الحدود على ملعب استاد الإسماعيلية في لقاء حذر من الطرفين، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 29 في المركز 6، فيما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى النقطة 26 في المركز 13. وفاز فريق المقاولون العرب على نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين بالجبل الأخضر، ليرتفع رصيد أبناء المعلم حسن شحاتة إلى 27 نقطة في المركز 9، فيما تجمد رصيد الفريق العسكري عند النقطة 28 في المركز 6. وعزز نادي الزمالك تصدره للدوري بفوزه على ضيفه النصر بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ليتجمد رصيد النصر عند 14 نقطة ويبقى في المركز 18 في جدول الترتيب، فيما رفع الزمالك رصيده بهذا الانتصار إلى 44 نقطة، وابتعد في الصدارة عن وصيفه إمبي الذي استطاع إسقاط الأهلي بدوره على ملعب استاد المقاولون العرب بهدف للاعبه محمود قعود دون مقابل، ليرتفع رصيد إمبي إلى 41 نقطة، بينما توقف رصيد الفريق الأحمر عند 33 نقطة من 18 مباراة، ويحتل بهم المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.